أهلا فيكم حبايبي برج الجوزاء في قناتي. راح نشوف شوية توقعاتك العاطفية من أول وقت تشوف الفيديو فيه إلى آخر الشهر. طبعا طاقات القراءة مفتوحة، ممكن تنطبق على كل شخص بطريقة غير، ممكن تنطبق عليك فترة شهر أو أكثر. القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتابع لبرج الجوزاء أو إذا أنت حبيب برج الجوزاء، ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تنطبق عليك أو طاقتها تكون مشابهة لإلك. أيضا القراءة عامة، يعني مش راح تنطبق على الجميع، أنت فقط خذ من القراءة الإشي الإيجابي واترك السلبي. يعني فقط ركز على الإشي الإيجابي، الإشي اللي راح يفيدك. بدي اخذ بس كروت للتوضيح. طيب خلينا نبلش اول اشي بطاقتك يا برج الجوزاء. عم شوف حاليا انت عم تركز على كيف تشافي حالك، كيف تداوي حالك، مركز اكثر، عم تهتم بصحتك اكثر، عم تهتم بحالك اكثر، عم تحب ايضا تطلع في الطبيعة، او عم شوفك شخص مش عم يلتزم بالطرق التقليدية لحل الأمور أو للعمل مع الأمور. عم شوفك عم تتخذ طرق غير تقليدية لحل الأمور. أيضا من الناحية المادية عم شوف إنه أنت مركز أكثر من الناحية المادية. في عندك حاليا عم تحس برضا، رضا نفسي، عم تحس أنت بالوضع المادي وأيضا بالوضع العاطفي عم تشتغل أكثر، ووصلت إلى مرحلة اللي أنت عم تحس فيها بالرضا النفسي عن وضعك المادي. ممكن عم تفكر بأنك تتطور أكثر من الناحية المادية وأيضا من الناحية العاطفية، ولكن أنت حاليا في مرحلة راضي فيها عن نفسك وراضي فيها عن اللي بيصير. عم شوف فقط من الناحية العاطفية، أو للبعض منكم من الناحية المادية، لأنه في عندك أوراق مادية كتير طلعت، فمبين أنك مركز أكثر على الوضع المادي. ولكن البعض منكم عم شوف أنه أنت عم تحس أنه أنت عم تبذل مجهود ومش عم يعود عليك بالنتيجة اللي أنت بدك إياها. البعض منكم عم يحس إنه عم يحط كتير في العلاقة، عم يحط كتير بالشغل، عم تعطي من حالك كتير، وأيضا عم شوف إنه أنت عم تاخذ الأمور بعفوية. عندك فول كارد، يعني عم تاخذ الأمور أكتر بعفوية، عم تخليها تمشي مثل ما الله بيريد. عم شوف، ولكن بنفس الوقت عم شوف إنه في عندك خط واضح انت عم تمشي عليه، لانه عندك ايضا ذا امبرور كارد. ذا امبرور كارد شخص بيعرف شو هو بيريد. فاذا انت بالعلاقة مع حبيبك، مع شريكك، بتعرف انت شو بتريد من العلاقة، ولكن بنفس الوقت مش عم تضغط على الامور، يعني عم تخليها تمشي مثل أو تيجي مثل ما هي تيجي، ولكن يعني
براسك انت في داخل نفسك، تعرف انت شو بتريد من هالشخص، شو بتريد من هالعلاقة. خلينا نشوف طاقة الشريك او الحبيب. حاليا الحبيب عم يفكر كيف يداوي نفسه، هيلينج، عم شوف متضرر حبيبك، شريكك متضرر نفسيا، عم يحاول يشافي حاله، يداوي حاله نفسيا. في عنده حبيبك في مفترق طريق، في عنده شيئين لازم يختار منهم، شخصين، انت، العلاقة وعمل وظيفة، العلاقة أو العائلة. في أمامه شيئين عم يحاول يوفق بينهم، وهو حاليا في متناقض نفسيا أو غير قادر على اتخاذ القرار حاليا، فهو عم يركز أكثر كيف يشافي حاله وكيف يداوي حاله. عم شوف إنه من الناحية النفسية مشوش، عم يحس بخسارة من نوع ما. للبعض منكم اللي انت مش عم تحكي مع الحبيب والشريك، هو عم يحس بخسارة، عم يحس انه خسر اشي، عم يحس انه خسرك، انه خسر العلاقة. في عنده مشاعر واحاسيس بالذنب كتير عميقة الشخص اللي عم تتعامل معه. عم شوف انه حاليا نفسيا كتير متضرر هالشخص، كتير تعبان، عم يحس بندم. ممكن انت اللي تكون تركت العلاقة او افترقت مع هالشخص، ولكن هو التغيرات اللي عم يحس فيها حاليا عم يشوفها مفاجئة ما كان يتوقعها. عم يحس بخسارة، بخسارة بالحب، بالعاطفة، عم يحس انه خسرك، خسر التواصل، عم يعيد ويزيد بالتفكير بالماضي، عم يركز اكثر على الجانب السلبي بالعلاقة. بالنسبة لطاقتكم المشتركة، او ممكن نشوف واحد من الاسباب اللي أدت له يعني وجود مشاكل بينكم، في بينكم غيرة كتير. في شخص عم يغار كتير على الشخص الآخر، متحكم، في شخص متحكم controlling، بيحب إنه الأمور تمشي مثل ما هو بيريد، أو بيحب يعني يتحكم بالشخص الآخر أو كأنه يمتلك الشخص الآخر، لأنه عم شوف المشاكل أغلبها يعني عم تنبع بسبب إنه هالشخص بيحبك كتير، أو بسبب وجود مشاعر عميقة كتير بينكم أدت إلى وجود غيرة عميقة بينكم. في شخص بالعلاقة كتير متحكم، بيعتبرك في طرف العلاقة، بيعتبر الطرف الآخر ملكه. فأيضا ممكن هالشخص جسديا كتير بيغار عليك، أو أنت بتغار على هالشخص جسديا كتير، لأنه ممكن يكون محوط بأشخاص عدة، وأنت أو هو مش عاجبه هالإشي، الشخص مش عاجبه، الشخص الأمامي، الطرف اللي أمامي مش عاجبه إنه في أصدقاء كتير حواليك، وهالإشي أدى إلى وجود حواجز بينكم، وأسلوب دفاعي، أسلوب هجومي بينكم، دفاعي وهجومي، يعني أنت دائما مستعد على قوة الاستعداد لأي إشي. عم شوف أيضا وحدة من الأسباب اللي عم تعيق
العلاقة بينكم، التواصل بينكم، إنه أنتم كتير مركزين على الماضي، اللي صار بالماضي. يعني في أشخاص، البعض منكم متحزن إنه الأمور كانت أفضل بالماضي، أفضل مما هي عليه حاليا، وبده الأمور ترجع مثل الماضي أو تكون مثل الماضي. ما في عقلية منفتحة ممكن، لأنه الأمور ممكن يعني دائما تتغير الأمور. في شخص متمسك بالتواصل القديم اللي بينكم، المشاعر القديمة اللي بينكم. نشوف خطوتك أنت بالمستقبل، الخطوة القادمة لبرج الجوزاء self love. فأنت مركز كتير، راح تركز أكتر على حالك، لأنه عم شوف إنه أنت ممكن حسيت إنك أعطيت كتير لهالعلاقة ولهالتواصل، فأنت مركز حاليا أكتر على حالك. أيضا عم شوفك عم تحس إنه الإشي اللي سويته لبعض منكم، اللي اختار قرار معين أو إشي معين، عم شوف إنك راضي عنه، وعم تحس إنك طلعت من الموضوع منتصر. مركز على الجانب الروحاني كتير بحياتك في المستقبل، خطوتك يعني للمستقبل رح تركز أكتر على الجانب الروحاني، لأنه أنت بتحس إنه هاي هي الطريقة الوحيدة أو الطريقة الصح الأفضل لحل الأمور، إنه أنت تركز على حالك، تشتغل على حالك، تطور من حالك، إنه مش كل إشي في عندك القدرة على حل المشاكل. في بعض الأشياء أنت لازم تشتغل عليها جوا حالك، وهو لازم يشتغل عليها أيضا جوا حاله. فعم شوف في المستقبل أنت عم تفكر لسه باستقرار، بدك إشي مستقر، بدك على الناحية العاطفية، ومن الناحية العاطفية بدك تكون أسرة. ولكن عم شوف إنك بالمستقبل ناضج أكتر، لأنه عندك بكروتك أو بالطاقة الحالية عندك أغلب الكروت شخصيات صغار أو شخصيات غير ناضجة أو غير متشور عقليا، ولكن بطاقتك للمستقبل عندك ملكتين، Queen of Wands و Queen of Swords. فبيبين إنه أنت من خلال السيلف لوف، السيلف هيلينج، من خلال الشفاء الذاتي، رح توصل إلى مرحلة اللي أنت تكون فيها ناضج فكريا. يعني حتى بحكمك على الأمور، وبحكمك على العلاقة، واتخاذ القرارات بها العلاقة، رح يكون منظورك منطقي أكثر، رح يكون منظورك لوجيكال أكتر، أو في حكمة أكتر، لأنه أنت مركز على الجانب الروحاني أيضا. فأي قرار راح تختاره مش راح يكون قرار بناء على يعني قرار متهور، مش راح يكون قرار متهور. بالنسبة للخطوة القادمة للحبيب أو للشريك، راح يمر بتغيرات هالشخص، سايكلز، وعندك ذا ديث كارد. ففي اشي بحياته هالشخص عم يسكر فيه حاليا، كارما لازم يحلها، او ايضا ذا ويل اوف فورتشن عندك هون، ذا ديفل. بصراحة الشخص اللي انت عم تتعامل معه اغلب العقبات اللي بينكم هي عقبات في داخل هالشخص، يعني في عنده the devil. فهالشخص من جوا بعقله الباطني في عنده عادات لازم يتخلص منها، اشياء لازم يتخلص منها. دويل في عنده تغيرات لابد من انه تصير، ولكن هو عم شوفه بده يحكي، لانه ace of swords تواصل، 8 of Wands أيضا تواصل سريع. فهو البعض منكم اللي مستني خبر من هالشخص، عم شوف
بخطواته بالمستقبل، في عنده نية إنه هو يحكي معك، والحكي رح يكون عم شوف على جانب صداقة أكتر، يعني رح يحاول يرمم الأمور اللي بينكم أو يصلح الأمور بينكم بأنه يكسبك كصديق قبل ما إنه يكسبك كحبيب، لأنه هو بيشوف إنه هاي هي الطريقة الأمثل لحل الأمور. ممكن يكون التغير بأسلوب الحكي معه، إنه رح يحكي معك بطريقة مش كتير فليرتيشس أو ما فيها كتير غزل أو مش كتير مشبعة بالعاطفة، ولكن ممكن تكون على جانب الصداقة أكتر، إنه بشوف بده هالشخص يكسبك كصديق قبل ما إنه تكون حبيب. أيضا Ace of Swords تواصل رح يكون في إشي رح يعترف فيه الشخص، في عنده إشي بده يعترف فيه الشخص، بده يحكي فيه. طيب بدنا نشوف طاقتكم المشتركة للمستقبل. في حدا، في طرف، لأنه هالطاقة بينكم مشتركة، ففي طرف عم يتبنى طاقة الفيكتيم مينتاليتي، أو شخص دائما بيحكي للطرف الآخر إنه أنا مظلوم دائما، أنت دائما بتظلمني، أنت دائما، بيتخذ هالطريق طريق إنه يحسس الطرف الآخر بالذنب. أيضا عم شوف أغلب الكروت اللي طلعت عندكم 10 of Pentacles, 4 of Pentacles, 8 of Pentacles، يعني أوراق جميعها مادية هون أو أرضية، فالطاقة بينكم، الطاقة الأرضية عادة تكون طاقة كتير بطيئة بالحركة، فالتحرك بينكم رح يكون بطيء. أيضا رح يكون في تحفظ كتير من الطرفين بإظهار المشاعر بينكم، رح توصلوا إلى مرحلة تحسوا فيها إنه فعلا أنت عم تحط مجهود وهو عم يحط مجهود، ولكن عم شوف في طرف منكم رح يرسم حدود، رح يقرر إنه يحط حدود في هالعلاقة لتجنب إنه الأمور ما تطلع خارج نطاق السيطرة. يعني انتو فهمتوا، عم شوف الطاقة المشتركة في المستقبل، اغلبكم فهموا انه حتى ولو هي علاقة عاطفية لابد من انه يكون في حدود ومساحة خاصة لكل طرف، لابد انه يكون في مساحة لإلك، مساحتك انت الخاصة ومساحة لإله، مساحته هو الخاصة. فعم نشوف بالمستقبل في تحفظ رح يكون، حدود إيجابية، يعني هي حدود مش سلمية، في رح يكون بينكم حدود بمعنى إنه ما حدا يتجاوز مساحة الطرف الآخر. أيضا عم نشوف في شراكة بالشغل، التواصل بينكم رح يكون أفضل Page of Swords، في عندكم رح يكون مواضيع أكتر تحكوا فيها، التواصل رح يكون صريح أكتر، مش رح يكون في مشاكل أكتر يعني، بس تحكوا مع بعض في نوع من النضج لحل المشاكل، حتى لو في مشاكل رح يعني تتناقشوا وتوصلوا إلى تفاهم مشترك بينكم، شغل مشترك بينكم. Three of Pentacles، في شراكة بالشغل، انت مجرد ما انك تشتغل على حالك وهو مجرد ما انه يشتغل على حالك، هاي تعتبر شراكة في المجهود، لانه انت عم تحاول تحسن من هالعلاقة وهو عم يحاول يحسن من هالعلاقة. الحلو صراحة بخطوات المستقبل، الطاقة، طاقة المستقبل جميعها، الحلو فيها انه عم شوف في نضج كتير كبير بينكم.
بيبات من بطاقتك انت برج الجوزاء. عم شوف انه في نضج وكبر بحل الامور، فبتوقع انتو بالمستقبل رح توصلوا الى مرحلة، او حاليا ممكن انت اوريدي عم تفكر بهالشي. جميع الخطوات اللي رح تاخدوها والقرارات رح تكون مبنية على للمستقبل، يعني اي قرار رح تتخذوه رح تفكر انه للمستقبل. عم شوف انه بدكم تبنوا مستقبل مع بعض، مجرد ما انه انت تحط مجهود على حالك وهو يحط مجهود على حاله، هاي هي الطريقة اللي رح تتصلحوا العلاقة فيها وتكون افضل. اوكي حبايبي برج الجوزاء، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها وانطبقت معكم. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميعا.